ما أن استولت حركة طالبان على أفغانستان حتى سارعت إيران مهرولة إلى هناك لتحقيق مكاسب اقتصادية، بدأت بإطلاق طالبان لمياه البلاد نحو إيران ولن تنتهي باتفاقات نفطية، وكل ذلك على حساب أفغانستان، أحدثها تلك التي أعلن عنها اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني بأن طهران استأنفت تصدير البنزين وزيت الغاز إلى أفغانستان. الإعلان الإيراني الرسمي هذا جاء بعد أيام من بدء التصدير نحو أفغانستان. قالت طهران إنها تلقت طلبا رسميا بذلك من حركة طالبان. طبعا على طالبان أن ترد بعض الدين لحليفتها إيران، لذلك أمرت الحركة بخفض الرسوم الجمركية على واردات الوقود الإيرانية بنسبة تصل إلى 70% مع تقديم ضمانات أمنية لجاري إيران. طالبان طلبت مواصلة تصدير المنتجات البترولية، ونحن وافقنا بعد أن خفضت الحركة الرسوم الجمركية بنسبة 70%، كما أنها قدمت ضمانات أمنية للتجار الإيرانيين الذين كانت لديهم مخاوف متعلقة بالأمن. طبعا وكان سعر البنزين في أفغانستان قد وصل إلى 900 دولار للطن الواحد خلال أسبوع، مع فرار الكثيرين من الأفغان خوفا من الأعمال الانتقامية والعودة إلى الحكم المتشدد الذي فرضته طالبان عندما كانت في السلطة قبل عقدين.